السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنشاركوا معكم، سواء كانوا موديلات خادمينها من كليان أو موديلات ديال البيع. اليوم غادي نشارك معكم واحد جوج موديلات ديال القفطان خادمينها من كليانة. الى عجبكم شي موديل من هاد الموديلات هادو غتسكرين لي متسابقين في الواتساب ونقول لك الثمن ديالها بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. غادي نبداو على بركه الله. عندنا هذا قفطان مخدوم بالثوب ديال الكريب، الثوب ديال الكريب ومخدوم بالزواق كما كتشوفوا. الطرزه هادي طرزه جات راقيه ورائعه ديال هاد القفطان هذا. الثوب ديال الكريب، كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال الثوب كما كتشوف. الموديل ديال القفطان جا راقي ورائع. ان هاد الزواقه هادي باقا جديده، يعني يلاه خدمناها في هاد الموديل هذا، بغينا نشاركو معكم. اكل عجبكم مثلا هاد الموديل هذا وبغيتي ديري بحال هاد القفطان هذا، ما عليك الا تسكريني هاد الموديل وتصيفطينا في الواتساب، يعطينا العبار ديالك وغادي نقول لك ان شاء الله بشحال كيطلع به الثوب وخياطه. بالنسبه للثوب راه كيجي في التوب ديال الكريب وكيجي حتى في التوب ديال المليفه، المليفه الاكسترا سبيسيال، يعني كنخدموا بكاليتي مزيانه ديال المليفه. كما كتشوفوا قفطان درنا ليه افتتاحات في الجناب، مخدوم بالضفره جات خدمه ديالو راقيه. بالنسبه للارسال، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار. بالنسبه للمحل، عندنا المحل راه كاين في مدينه سيد بنور في دكاله. اللي بغى يتواصل معنا غادي يتواصل معنا في الارقام ديال التليفون، يعني راه فيهم حتى الواتساب، هذوك المراري راه فيهم حتى الواتساب. كما كتشوفوا الخدمه ديالها ديال القفطان هذا جات راقيه ورائعه، يعني الطرز ديال الحساب بالماكينه، الخدمه ديالو جات متقونه وراقيه. بالنسبه للارسال، الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي توصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب. التعامل يعني راه كنتعاملوا مع جميع الجنسيات، سواء كنتي مغربيه او عربيه، مرحبا بالجميع. تحيه الناس ديال الامارات، يمكن عندنا كليان في الامارات يعني ماشي مغاربة، تحية لكم جميعا. كما كتشوفوا الخدمة ديالو جات راقية هاد القفطان هذا. وكاينين اللوان، يعني اللون اللي بغيتي راه نديروه. ندوزو الموديل الاخر، كاين هذا حتى هو التوب ديال جوهرة، دا قفطان مخدوم بالدبانة والدولار. يعني هاد القفطان دا مخدوم بالدبانة والدولار كما كتشوفوا. الخدمة ديالو جات راقية ورائعة. بالنسبة لهاد التوب ديال هاد جوهرة، هادي جوهرة منبتة بالعقيق، يعني كلها منبتة بالعقيق. التوب ديالها كيكون فيه العقيق فيه الحجر. إلا بغيتي السامبل، يعني راه كاين حتى السامبل تا هو كما كتشوفوا. الزواقة ديالها جات حتى هي جات راقية ورائعة، مخدومة بالصفيفة ديال الصم، بزواق المعلم، الدبانة والدولار ديال الماكينة. إلا عجبك هاد الموديل هذا حتى هو غادي تسكرينيه وغتصيفطنا في الواتساب وتعطينا العبار ديالك، ونوجدو لك مثلا هاد القفطان هذا لإرسال كما العادة داخل وخارج المغرب. بالنسبة للمحل، عندنا المحل راه كاين في سيدي بنور في دكالة. اللي بغى يتواصل معنا راه كاين الارقام ديال التليفون، يعني راه فيهم الواتساب، تواصلوا معنا في الواتساب او عبر مكالمه هاتفيه. كما قلنا الارسال داخل وخارج المغرب، يعني داخل المغرب يعني من طنجة حتى الكويره فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار، وحتى خارج المغرب يعني راك توصلك حتى للدار. هادو موديلات ديال الكليان خادمين من الكليان، يعني كنلاحظ التفاعل في القناة، يعني راه يعني هبط بواحد الشكل كبير، يعني هذا راجع بالأساس
التفاعلات، التفاعلات كتكون قليله، يعني ما كتضغطوش على زر الاعجاب، هذاك الشيء علاش الفيديوهات مابقاوش كيتشافوا بزاف. بهذه المناسبه كنطلب جميع المشاهدين اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا، اذا كيعجبكم مثلا هذا الموديل، هاد الفيديوهات اللي كنديروا، غادي تشجعونا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد. وهكا كتشجعونا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد. يعني شحال هذا كنا كنشاركوا معكم تقريبا يوميا الفيديوهات، ولكن التفاعل من اللي طاح شويه، يعني كيكون شويه ديال الملل وما بقيناش شاركنا معكم الجديد. يعني كنوعدوكم دابا غادي نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد اللي كنخدموا في المحل، كنشاركوا معكم، ما عليكم الا تفاعلوا معنا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا، وشاركونا بالتعاليق ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. يعني راه كنشارك معكم هذا الشيء هذا من المصنع، يعني راه هذا الشيء ما كاينش شي وساطه، يعني راه من الخياط الكليان، يعني كتواصلوا معنا يعني مباشره، يعني كما كنقولوا من المصنع للدار. والارسال راه كما العاده داخل وخارج المغرب. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. مره اخرى قبل ما تخرجوا ضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجع علينا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات اللي كنخدموا الكليان واللي كنخدموا ديال البيع. مازال ان شاء الله دابا غادي نبداو نشارك معكم موديلات ديال البيع. كاين عندنا جلال بدو بياس، يعني موديلات جداد. كاين عندنا كذلك كاشط ديال الثلجه، الثلجه المبره والثلجه العاديه، يعني موديلات راقيه. انتظرونا في الايام القادمه ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.